الخيرات والبيرات. هذا انت؟ طبعا هذا انا بلحمي بلحمي. اتشرفنا. الله يزيدك شرف يا رب. يمكن المرة الماضية اخر مرة شفتك فيها ما قلت لك انك بتشبهي مرتي انت. الله يصلحها هذيك، بس بتشبهيها كثير سبحان الله. ابو خليل هون؟ ايه موجود. إيه ادخل لعنده ولا ما ادخل؟ لا ادخل، لانه وصاني لما تشرف حضرتك تتفضل لعنده. ليش؟ لانه انا بالامر. بتقولي لي ادخل، بدخل فورا، ما بتفرق معي. ليش؟ لان اوامرك على راسي، بنفذها فورا. شو امرتيني بساوي انا؟ ما شاء الله، يخزر عينه ما شاء الله، ما شاء الله. والله عمو شاشو. مين؟ خليل. انت خليل؟ اكيد خليل. كيف عمو؟ ما شاء الله ما شاء الله. صرت شم؟ انا الحمد لله كثير مروي. ابوك هون؟ ايه تفضل 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 لعنده تفضل. خذني لعنده. بسم الله الرحمن الرحيم. معقول شاشو صير شريكه لأبو خليل والنص بالنص فرد سحبة؟ طيب من وين لوين؟ أبو خليل وفهمنا باع بيت مرته شغل مصاري وقال له الكريم خود، بس شاشو منلو ومن يوم يومه اندبوري مندوف، فكيف بده يكون شريكه لأبو خليل؟ كيف؟ والله شغلي بتحط العقل بالكف. والله قول غير الحكي يا رجل. هذا هو الحكي المزبوط يا شاشو. الحقيقة أنا ما بملك شيء، كله مكتوب باسم أم خليل، وأم خليل هلأ معندي خصوصي بعد ما تحديت على حضرتك. أخص أخص عليك يا أبو خليل أخص. لا تقول أخص. أيوة أنا صحيح حق علي الحق علي، بس لا تقول أخص. وهلأ؟ وهلأ حقك محفوظ وراح يصلك بالتمام والكمال، ولبين ما يصلك حقك البيت بيتك والفيلا فيلتك، وما حدا بيسترجي إلك بو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماشي الحال، موافق، بس على شرط. شو هو؟ مرتك أم خليل ما لها شغل معي نهائيا. والله هي يعني مع أنها صعبة بس على عيني وراسي. حلو، معناتها اتفقنا. إيدك على شي دفع على الحساب. كمان على عيني وراسي. شرف يا سيدي. الله يزيدك شرف يا رب. إيه ها بالإذن بقى. لوين لوين لوين؟ عندي شغلة كتير ضروري. الله معك مع السلامة. روح الله يخلينا يا أبو خليل. مع السلامة. الله يخليك ويرزقك يا رب. لا تعذب حالك، مو تكون حبيبي يا رب. دي بارك على حالك. عين الله عليك انا ولا جماعه ولا جماعه. يا سلام، غدا اليوم انا عازمك على غدا اليوم. شكرا معلم شاشو. ولو عم تقولي شاشو ومعلم بتستاهلي عليها 500 ليره هي، لانه طالعة من تمك مثل السكره شرفي ومصر على روحه الغدا. شو بعمل شاشو؟ ما بتقدر. لسببين كتير صغار، اولا بابا بيزعل وثانيا دوامنا لسه ما خلص. ايه شو علي؟ غير مره خيره بغيره ان شاء الله. مره ثانيه السلام عليكم. ما بتبطل هالعاده؟ ليش؟ شبه هالعاده؟ في احلى من هيك؟ يمينا من الحديث هلا وكملي يا دول. وليش انت ما تكمل هون؟ عاطف انا ببلد وحده ما قدرت اقعد، لا اقعد ورا طاوله ومكتب وحسابات الى اول ما لاخر. ايه كمل هون. وليد وليد بلا ما تكبر قصتك. انت ما دخلت. انتي اسعاف انتي اسعاف. نعم حبيبي نعم. ما في شيء انتي ما في شيء. مازن بكون ابن اخوكي؟ ايه حبيبي. تعرفه؟
ابن اخوك واحد ازعر. وليد عيب، الشاب ما غلط معنا بشي. لا غلط، وفعلا هو مو مربى. وليدو اعتذر من انتي اسعاف. ما رح اعتذر من حدا. لا بدك تعتذر من انتي اسعاف. انا بعتذر عن اخي، بتقبلي اعتذاري انتي؟ بقبل يا وصال يا كامله يا مكمله، تسلميلي. يلا ماميتو يلا طلعوا لفوق، غسلوا وغيروا اواعيكم وادرسوا، بدي دراسه جديه وبدي علامات عاليه خصوصي بالانجليش. اوكي يلا. وانت يا فصعون انا فرجيك اليوم تلفزيون ما في تشوف. يلا نايتي نايتي نايتي. شو جابك لهون انت تاني؟ فوزية خانم شاشو ويد بدنا ننيمو. يعني وين بدك تنيمو يا بني آدم؟ نيمو عندك. امرك فوزية خانم. فوزية خانم ما قلتي لي منو هذا شاشو؟ شاشو شاشو واحد فقير معتر درويش يا حرام، شفقنا عليه شغلنا اليوم عنا. شو بدنا نعمل يا اسعاف خانم؟ المثل بيقول اعمل المعروف ورمي بالبحر. ايوه يا ستي الله يعطيكم العافية. يلا انا لازم اروح. ضروري روح. أرجوكي ما تكوني زعلانة من وليد على هالفصل الناقص، يعني سو 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 سوري. عادي عادي جدا فوزية خانم، عادي عادي جدا. بس ما بدي اياكي تطولي الغيبة علينا. اوكي لا لا ان شاء الله ما بتلاقيني الا عندي. اوكي حبيبتي سلميلي كتير 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 على جوزك. تشاو تشاو. راحت زعلانة الضربانة. يخرب بيتك يا وليد، بتقلها أزعر أزعر فلكيف. وين كنت يا خانو؟ تعال أحمر رحيم، تعال هون شوف تعال. وين كنت لهلا؟ كنت عند فوزية خانو، مثل ما بتعرف. فوزية خانو ها؟ زكير عمو، زكير عمتو. وين كنت تاني يا أفندي ها؟ أكيد عم تتحرك شك بشي بنت من بنات الجيران. لك حاكم ما ضجر إلا واشتكى منك. عليم الله لو انا ما عزت ابو كندي لا اعمل لك بدل ما تنساها عمرها. قولي له انتم، قولي له يتركني ويسكت. ولك بدك اياها تقولي اسكت ولا؟ ليش بتقدر تقول ها؟ لبرا طلع برا نشوف. طلع 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 برا. تعالي هون بسطي يا خانوم. هي قلعت وزعلت ابو مني، واكيد ما عاد يتعامل معي بالاخذ والعطاء، ولا عاد يشتري مني بضاعه. بسطي اسعاف خانوم بسطي. لك عليم الله لولا ما يقولوا تعدى على مره لاسحق على نفسي.